مشاهدينا في كل مكان، مساءكم سعيد، اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج البلاد اليوم. سنتكلم فيها عن اخر حصيله لانتشار وباء كورونا هنا في الجزائر. الارقام الرسميه اكدت على بلوغ اجمالي الوفيات في الجزائر الى 173 حاله، واجمالي الحالات المصابه 1423 حاله. ياتي هذا في الوقت الذي بدأت العديد من الدول في أوروبا، خاصة إيطاليا أو إسبانيا، تسجل تراجعا في عدد الحالات التي تسجل في كل يوم. الولايات المتحدة الأمريكية تواصل كذلك تسجيل أرقام كبيرة، أرقام خيالية جدا. يوم أمس كان قد صرح الرئيس الأمريكي بأن المصالح الصحية في الولايات المتحدة تمكنت من إحصاء أو من إجراء تحاليل على أزيد من 1,600,000 مواطن أمريكي. قلت في أوروبا بدأ الفيروس يتراجع في العديد من الدول. في الجزائر تواصل كذلك الحكومة كانت قد جلبت تجهيزات مثل ما تبعنا يوم أمس من الصين، يتعلق الأمر بكمامات وكذلك تجهيزات التشخيص. مشاهدينا، سنحاول أن نتكلم من ناحية أخرى. دائما ما يطرح هذا السؤال: كيف أحمي نفسي من كورونا؟ كيف أحمي أهلي من كورونا؟ سنحاول أن نجيب على هذه التساؤلات وللإجابة عليها معي مباشرة من الدار البيضاء المغربية الدكتور محمد الفاهد، وهو مختص في الميكروبيولوجيا الصناعية ومختص في علوم التغذية كذلك. أهلا وسهلا بك دكتور، مساءك سعيد، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة، أهلا بك. مرحبا، وطبعا إن شاء الله خير. هذه الكورونا وحدت جميع الشعوب وأصبح أهم واحد الآن، وهو كل الناس لا يتكلمون الآن إلا عن كورونا. نعم، بداية أريد أن أسمع رأيك، قراءتك دكتور في الأرقام التي يحصدها هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة. نعم. ويقوم بهجوم شرس فتك بالعديد من الدول في العالم. إذا تكلمنا عن إيطاليا، أعداد فلكية فيما يتعلق بالوفيات، إسبانيا كذلك تتجاوز 13,000 قتيل، إيطاليا بأكثر من 15,000، في الولايات المتحدة الأمريكية يقتربون أو يتجاوزوا 10,000 قتيل، عدد المصابين في العالم أكثر من 1,200,000 مصاب. كيف تقرأ؟ ما هي تفسيراتك؟ ما هي قراءتك لهذه الأعداد الفلكية التي يسجلها كورونا فيروس؟ نعم، أكيد. هناك قبل أن نبدأ الحديث يجب أن نكون واضحين أن هناك أشياء غير مفهومة. لا زال هذا الوقت هناك أشياء غير مفهومة، ولا يحاول أي أحد يعني أن يحلل الوضع في الوقت الحالي، صعب. فما يهمنا الآن ليس هو يعني الجدالات السياسية أو أشياء، ما يهمنا الآن هو أن نخرج من الكارثة. وهذا هو المهم الآن، ثم نناقش من بعد. وتلاحظون أن هناك أشياء، لماذا قلت أشياء غير مفهومة؟ فوخان التي تفجر فيها الفيروس وأدى يعني بالآلاف الأشخاص، لكن بكين شانغاي ليس فيها فيروس، شيء غريب جدا. هما هونغ كونغ فيها أكبر كثافة سكانية وليس هناك حجر صحي، بل يرتدون الكمامات فقط، وليس فيها يعني عدد حالات، وتقريبا يقترب من عدد حالات البلدان العربية. فتفجر الوضع، هو مفاجئ هذا الفيروس. هناك من يتكلم أنه ينتقل عبر الهواء وعبر الكلام وعبر أشياء، نعم، لكن الأخطر من ذلك هو المفاجأة، أنه يفاجئ. هذا الفيروس فاجأ الولايات المتحدة، فاجأ إيطاليا، فجأة مدريد. لاحظتم أن يعني عدد هذا هو هذا يعني إلى درجة أن بعض التحليلات دكتور بدأت تتكلم عن انبعاث غاز جديد، غاز نووي. نعم. أو غاز بيولوجي. ما موقفك من هذه التحليلات؟ والله هذا شيء يضحك جميع علماء التراثيم. يا أخي غاز لا ينتقل من شخص لشخص. الغاز ليس عدوى، لا يمكن أن يكون عدوى. الغاز لا ينتقل مع شخص من الصين إلى الولايات المتحدة وإلى ماليزيا وإلى إيطاليا وإلى بريطانيا. فالغاز يقتل شخص،
يعني لا يمكن أن يقتل شخص ويترك 30. الغاز لما يقتل الناس كلهم، وعلامات الغاز هو نوروتوكسين، هو يعني يسمم الجهاز العصبي، تظهر حالة الهستيريا ثم يموت الشخص. وليس أن هناك من يشفى من الغازات، لا يمكن أن يشفى شخص من غاز، يشفى من شيء حي هو دورته. هذه أشياء بسيطة، أما الأمور معقدة أكثر، لكن بسيط يعني للمواطن عادي كي يفهم جيد هذا الوضع. وأن الذين يتحدثون عن غاز سارين هي داخلة في الأجنتولوجي، في علم الكذب وعلم التسجيل، ليصرف الناس عن الفيروس، يصرف أنظار الناس عن الفيروس. وهناك من آمن بهذه الزعبلة غاز السارين، وهي بعيدة من الحقيقة ولا أساس لها من العلم. ما هو المختبرات التفسير الآن، الأقرب علميا دكتور؟ ما هو التفسير الأقرب لهذا الفيروس؟ كيف ظهر فيروس كورونا؟ نعم، المختبرات الآن التي تشخص هي لا تبحث عن غاز السارين. المختبرات تبحث الآن بالإيمينوغلوبينات وبالعدد الوحدات الفيروسية عند الناس. لما يأخذوا منك عينة من الفم في الميكروسكوب الإلكتروني، فهم لا يبحثون عن الغاز، يبحثون عن جرثوم، عن فيروس. فالنقطة الثانية هو من أين أتى، كيف أتى، ما هو هذا الفيروس. لا يمكن أحد أن يقول شيء فيه. لكي نكون واضحين، نحن في علم جرائم نعلم جيدا يعني أن هناك الذي نعلمه جيد، وأن حادث التطفل لا بد منه كقانون بيولوجي، لا بد من التطفل. بمعنى الفيروس الذي ضرب في وقال، هل هو الذي ضرب في إيطاليا؟ نحن لا نظن، قد يكون شكل يعني أقبح أو أقل، لا ندري، لكن ليس هو نفس الفيروس الذي ضرب في إيطاليا. طبعا هو الآب يعني أكبر الفيروسات هو السكوخان، لكن هذه الآن الأبناء المنتشرة في إيطاليا وفي إسبانيا وفي فرنسا وحتى في البلدان المغاربية، هذه الفيروسات هل هي نفسها نفس الشكل ونفس الحدة ونفس الخارطة الجينية للفيروس الأصلي؟ أنا لا أظن. وما يهم في الوقت الحالي هو أن هذا الفيروس لدينا في بلداننا، وهذا هو المهم، لدينا في بلداننا عوامل تساعدنا على اجتياز هذه المرحلة. فلا نريد الآن حديث أو جدال سياسي أو تحليل سياسي أو اقتصادي أو تآمر أو الوقت الحالي، ربما من بعد أتكلم، لكن الآن ما يهم وأن لا نصرف أنظار الناس، أنظار الباطنين عن هذه. لماذا ربما شخص يسمع غاز السارين وربما يتهور أو يخرج أو يقول بأنه ليس فيروس، ما تكون كارثة. ما أحذر منه المغرب والجزائر وتونس، هذه الثلاث دول هي قريبة من الأبيض المتوسط، ولدينا جالية رجعت من فرنسا، من إسبانيا، من إيطاليا، من بلجيكا. ما أحذر هذه الثلاث أن لا تفاجأ، يجب أن لا تكون مفاجأة، لأن إذا تفجر الفيروس لا قدر الله إن الله السلامة في دار طيب العرب دكتور، والجزائر العاصمة أو في تونس، فستكون كيف يمكن أن نقي أنفسنا من هذا الفيروس دكتور؟ لم أسمع جيد. كيف يمكن أن نحمي أنفسنا من هذا نعم، الفيروس؟ هنالك جزء فالنقطة من الأولى، المواطنين يقومون بالحجر الصحي في منازلهم، لكن هنالك جزء آخر مجبرون على التوجه إلى العمل. هي كيف النقطة يحمي هذا المهمة، نفسه وكيف يحمي ذلك نفسه؟ هي النقطة المهمة التي يجب أن يسمعها المغاربة كلهم وليس الجزائريين. كل هذه المنطقة هي نفس، لاحظت أنها نفس المسار تقريبا، نفس الحالات. يعني الجزائر تفوق المغرب 250 300 حالة حجاكة، لكن يبقى في نفس المسار، يعني عدد حالات في اليوم، عدد الوفيات تقريبا نفس المسار. ما نحذر منه وأن يعني الطريقة الوحيدة للوقاية هي الحجر الصحي، هي أن لا يصاب الشخص بالفيروس. هذه ليس هناك حل آخر، أن يبقى الناس في منازلهم،
لا يخرج، أن يصبروا يصبروا. نحن نعلم أن ليس سهل أن الشخص يبقى في منزل محبوس، ليس سهل، ولكن كلما كان وعي، كلما صبر الناس، يعني يجب أن يقدروا على تلك المرحلة. فيعني لاحظ معي أن لما إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بدأوا يطبقون الحجر الصحي، الحالات انخفضت. المسار الآن إيطاليا الآن حالات الإصابات انخفضت، والحجر الصحي والحل يتبع عوامل ستساعد، ولكن لا نتهور. الفاصل الدموي في هذه البلدان هو او، عندنا تقريبا ما بين 90 او، اكثر من ذلك هناك منطقه لن تتضرر، المغرب والجزائر، هناك منطقه لن تتضرر. لاحظ ان منطقه واركلا، غردايه، بشار، هذه المنطقه فيها اعداد قليله. لدينا في المغرب كذلك، الجانب المغربي ومنطقة تفيلالت والرشيدية منطقة قليلة، يعني نفس المسار. طيب دكتور، لا أعتقد نريد بأن أن نتكلم عن الصوت نوعية الصوت بدأت تنزل أقل. سنحاول أن نتصل بك عبر الهاتف دكتور لكي نأخذ الصوت من الهاتف ونأخذ الصورة ممكن عبر سكايب. طيب إذا مشاهدينا لا بأس أن نذكر تسمعني الآن دكتور؟ نعم، أسمع جيد ممتاز، فلنأخذ الصوت من الهاتف. إن شاء الله. شكرا. الآن أعتقد بأن نوعية الصوت أصبحت جيدة. أعود للنقاش ونشاهد ونستمع. طيب دكتور، كنت قد سألتك عن طرق الوقاية من هذا الفيروس، قلنا بأن هنالك جزء من المواطنين استطاعوا أن يقوموا بالحجر، وهنالك جزء آخر ممن يشتغلون، وبالتالي هم دائما يحتكون مع الناس في الخارج وهم مجبرون على التنقل إلى خارج المنزل، فكيف يمكن أن يحمي هذا نفسه وكيف يمكن أن يحمي ذلك نفسه؟ هو الحل الوحيد الذي يجنب الناس من هذا الفيروس، وأن لا يصاب الناس بالفيروس، وأن لا يعولوا على العلاجات وعلى المستشفيات. هذا يعني الحل الذي ممكن أن نتحكم فيه ب 70 و80%. الحل الثاني هو أن يخرج الناس بالكمامات، وأن لا يكون اتصال، أن يكون عن بعد، اتصال عن بعد. يعني نحن حتى في المغرب حتى الشرطة تقرأ الأوراق من وراء زجاج السيارة، يعني أن عن بعد، اتصال عن بعد، حجر ثم اتصال عن بعد. شروط نظافة لا نتكلم عنها، لا أستحي أن أقول للناس يغسلوا الناس، يعني شروط نظافة هذه معادية. هناك الآن أخطر شيء، أننا دخلنا المنطقة الخطيرة اللي هي يعني الحالات اللي اتت من خارج هذا البلدان، فالان يعني مرت عليها اكثر من شهر، الذين اخذوا الفيروس من هذه الحالات وهي الحالات المحليه الان بداوا يخالطون الناس. فالاشخاص الذين خالطوا هذه الحالات هم الذين سيحدثون مشكل في هذه البلدان. ونحن الان في مرحله يعني هؤلاء الذين خالطوا. ألو، طيب دكتور، السلام عليكم. دكتور، نعم، طيب دكتور، كذلك جزئية أخرى يعتمد عليها. أسمعك دكتور. ناخذ الصوت من الهاتف نأخذ الصوت من الهاتف. نعم نأخذ الصوت من الهاتف. و يعني دكتور استمع إلينا مساعد. من الهاتف. دكتور السماعة ركبها على الهاتف حتى نستمع إليك من الهاتف. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور الفايد هل تسمعني؟ لا أنا أسمع جيد. ممتاز، استمع إلينا من الهاتف ولنأخذ الصوت من الهاتف. دكتور يعني هنالك جزء، سامعني سامع، سامعني نعم سامعني أسمعك جيدا. هنالك جيد. جزئية أخرى كذلك يتوقف عليها مصير المصاب بهذا الفيروس وهي المناعة. كل نعم العلماء يقولون بأن المصابين بأمراض مزمنة وبأمراض حددوها يكونوا أكثر تضررا ممن مناعته أقوى. نعم أكيد. كيف تعلق على هذه الخبرات؟ نعم وبماذا تنصح الناس لكي يقووا مناعتهم في هذه المرحلة؟ تغذية أو نمط معين من العيش بإمكانه أن يقوي المناعة؟
نعم علي، كي يفهم المواطن بسهولة، لاحظ معي أن حتى الزكام لما يصيب الناس لا يصيب كل الناس، ربما يصيب شخص في المنزل في العائلة، أو يصيب ثلاثة أو أربعة في الحي لما يكون زكام عادي. هذا يعني على أن مناعة الأشخاص يعني هي العامل الأساسي في التصدي للفيروس، والفيروسات ليس لديهم أدوية، جميع الفيروسات يعني حتى الأنفلونزا حتى الزكام فيروسات لا علاج لها، لأنها ليست خلايا متكاملة، هي ليست جراثيم، هي يعني هي بروتينات. فهذا يعني المناعة، طبعا المناعة هي التي ستساعد الناس. فالحجر الصحي، شروط النظافة، الخروج بالكمامات، الكلام عن بعد، اتصال عن بعد، ثم المناعة. المناعة لاحظ أن ليس هناك باحث ولا عالم عبر العالم الآن يعني تطرق إلى النظام الغذائي ونمط العيش، وهو يعني عامل أساسي وعامل هو الذي الآن يفسر هذه الاختلافات بين المجتمع الأمريكي والمجتمع العربي. نأخذ يعني الحدين متباعدين. فيعني هذه المجتمعات العربية المغاربية على الخصوص، يعني المغاربة والجزائريين والتوانسة لازال يطبخوا، يعني لازال طبخ جيد، لازالت منتوجات جيدة، لازال الناس يسالكون زيت زيتون، لوز، جوز، يعني خضر متنوعة. عموما لازال نمط العيش عادي الذي يعيشون عليه الناس، وطبخ جيد. فهذه الأشياء لا توجد في المجتمع الأمريكي. لا يمكن أن نتصور أن أمريكي يسكن في الطابق 92 من ناطحة السحاب أنه سيحضر حساء فول أو حساء شعير أو حساء خضر ويعمل فيه توابل وحبوب كتان وأشياء هكذا، يعني لا نتصور حتى. ولذلك شاهد أن هذه المجتمع الأمريكي الآن أن الفيروس نال منه، وهو هش هذا المجتمع، ليس هش من حيث يعني المعدات الصحية، لا أبدا. هناك من يقول أن أمريكا أمريكا تمتلك جميع الأشياء، لكن هو هش من حيث المناعة، أن المواطن لا يعرف كيف يعيش، أصبح يعيش على ما تطبخه الشركات، يعني لا يعرف كيف يعيش المواطن الأمريكي. نحن ولو يعني نفتح علبة سردين أو نفتح حتى أشياء يعني مصنعة، لكن تبقى 10-15% نعتمد عليها قليل. أما الأمريكيين يعتمدون على 100%، فمن أين لهم المناعة؟ ثم هذه أنا تكلمت عن نظام غذائي، تقريبا ربما أكون الوحيد الذي ربط بين الأغذية والمناعة وهذا الفيروس، أن مجتمعاتنا العربية من العوامل القوية، ليس الفاصل الدموي، وليس كذلك هذا الهواء، لدينا كذلك هواء جيد، وأكثر من الفاصل الدموي، هناك يعني مناعة الأشخاص لازالت مرتفعة، ونمط العيش لازال طبيعي، لازال جيد، النساء لازالت تطبخ، كل شيء يعني تمام. فالاختلاف يعني هذه هي الذي الآن يفسر هذا اختلاف عدد. ما هي الأغذية التي بإمكانها أن تقوي مناعة الأشخاص اليوم وتسمح لهم على الأقل بمواجهة بالصمود أمام فيروس كورونا؟ وهي النظام المغاربي. ما هو؟ وليس المتوسطي، لأن النظام المتوسطي هو نظام مغاربي، يعني لا أظن أن التغذية في الجزائر ولا تونس ولا المغرب تختلف، لا أظن. فتقريبا نفس الطبخ، يبقى أشياء يعني بسيطة هكذا يعني بين هذه الدول. والمناعة تقويها الأشياء التي تخرب المناعة أولا. يجب أن نمتنع عن الأشياء التي تخرب المناعة، اللي هي هذه زيوت الطبخ، هذه الزيوت الصناعية، اللي هي السكر، اللي هي المصبرات مثل نقانق، أشياء هكذا. نعم، أشياء التي تخرب أولا هي المضافات الغذائية التي تخرب المناعة، ثم الأشياء التي تقوي المناعة. نعم، كل الطبخ المنزل كله جيد الآن، نحن نعلم هذه المواد الغذائية التي تسخن وتعرق الجسم. هذا الفيروس يعني ينتهز فرصة إحساس بالبرودة وبالرعشة، لما يكون شخص يحس بالبرد فهذا الفيروس يصيبه. ولاحظ أن المناطق الباردة والمناطق التي فيها يعني رطوبة مرتفعة هي المناطق التي تضررت، حتى في الصين وفي إيطاليا وفي فرنسا وفي بلجيكا، هذه المناطق التي فيها برودة هي المناطق التي تضررت. المناطق التي ترتفع فيها الحرارة مثل إفريقيا مثلا، إلى حد الآن لا زالت هناك حالات عادية. فيعني النظام الغذائي الذي يسخن الجسم ويتعرق، فكنا نحن في عاداتنا المغاربية نعلم جيدا الأشياء التي نعرق، يعني نتناول أشياء تعرق وهي يعني ساخنة وحارة، يعني مثل زنجبيل، مثل خولنجان، مثل أشياء هذه التي نعلمها، مثل كركم، زيت الزيتون، لوز، جوز، تمور كذلك. فأوروبا لا تستهلك تمور، نحن نستهلك تمور بكثرة. يعني لاحظ أن في فرنسا مثلا تمور جزائرية، هذه الدقلة الجزائرية تبقى في السوبر مارشي تبقى تقريبا 6 شهور ما يشتريها أحد إلا الجزائريين المغاربة.
هم الذين يشترون التمور، وهذه يعلموها الجالية تعلم جيدا هذه الأشياء. فنظامنا الغذائي وطريقتنا في العيش يعني ستجعل هذا الإنسان يعني ممكن يقاوم. هو عامل يساعد بأكثر من 20 خمس، يعني أكثر من 20% هذا عامل تغذية وعامل طيب. مناعة. دكتور كيف فهناك تفسر؟ كذلك يعني المغاربة كلهم اعتادوا أن يشربوا أشياء، مثلا زعتر، نحن نشرب زعتر، نحن نشرب هذه البردقوش، نشرب هذه الشيبة، هذه الشويلة، الآن نشرب أشياء. فالعالم الغربي لا يشرب هذه الأشياء ولا يعرفها، نحن نستهلك الحبوب، حب رشاد، حلبة، أشياء، فالعالم الغربي لا يعرف هذه الحبوب، لا هذه يعرفها هذه في أكله. وهي هذه الأغذية التي تتكلم عليها يعني تساعد في تقوية المناعة هكذا. أكيد أكيد هذه الحبوب هذه التي تكلمنا عنها والتوابل التي تسخن الجسم وتعرق الجسم، لما يتعرق الجسم هذا يعني على أن النظام الهرموني ينشط، بمعنى أن الجسم يستعد، يصبح في 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 أقوى الاستعداد، يعني تصبح يعني مستعد، ويعني ستساعد. وهناك يعني لاحظ أن حتى الجالية الجزائريون والمغاربة اللي كيعيشوا برا كذلك لا زالوا يطبخون، يعني نعم هناك وفيات، لكن ممتاز. طيب دكتور، مقارنة مع المجتمع الإيطالي والفرنسي كيف يعني تفسر لا دكتور تقارن. كيف تفسر عدم توصل العالم الذي تضرر بكثرة والدول العظمى والدول الكبرى تضررت، كيف تفسر عدم توصلها إلى غاية الآن إلى علاج على الأقل، اللقاح سيأخذ وقت، لكن علاج مضاد 100% لفيروس كورونا، وهنالك من يقول بأن العلاج لن يخرج من هذا المثلث الصين، نعم، أمريكا، نعم، الاتحاد الأوروبي. دائماً دائماً نعم. فهناك نقطتان، النقطة الأولى هو أن الفيروسات ليس لها علاج، يعني لو كان علاج لكان داء فقدان المناعة، ولا حتى الأنفلونزا الذين يتوفون الآن من أثر الدواء أكثر من الذين يتوفون بالأنفلونزا نفسه. فليس أولاً ليس هناك دواء للفيروسات، ثاني هناك يعني لقاح، هناك لقاح تطعيم شيء هكذا. النقطة الثانية هو هذه الدول لا تعرف إلا التمثيل الكيماوي، لا سانتيز كيميك، لا تعرف أي دواء إلا عبر الصناعة الكيماوي، فهي بمعنى لا تعترف وتتنكر ولا تريد أن تعلم أن هناك علاجات في الطبيعة. فإلى حد الآن نحن 70 سنة من بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن، فهذا الطب انصرف تماما إلى التمثيل الكيماوي وترك الطبيعة، بعدما كان الطب يبحث عن علاجات في في في, في الطبيعة. معنى بإمكان أن يكون العلاج، معنى بإمكان في المرحلة الحالية موجود علاج أو دواء لكورونا في الطبيعة غير الأدوية الكيماوية، ممكن أكيد. هذا؟ أكيد لا يمكن أن لا يكون علاج في الطبيعة، لا يمكن، لأن هذه الكيمياء، هذه الكيمياء الإنسانية، الكيمياء التي اخترعها الإنسان، ممكن أن يمثل يعني أي جزيئة، أي شيء يصنع أي جزيئة كيماوي، لا يمكن أن يكون عدد الكيماويات التي توجد في الطبيعة. إذا أخذت أي نبات تجد في أكثر من 200 حتى 300 مركب كيماوي، أي نبات تأخذ أي نبات، فلا يمكن أن لا تكون مركبات كيماوية في الطبيعة، يعني لها دور علاجي فقط. فالعلم يجب أن ينصرف إلى أشياء أخرى دون هذا التمثيل الكيماوي، وحان الوقت، أظن أنه حان الوقت. والكورونا فيروس الآن يعني قرع ناقص الخطر أننا بقينا نعتمد على الكيمياء، وهذا السؤال هو السؤال المحوري، لماذا علين، لماذا لا يكون علاج؟ نعم، لماذا لا يكون علاج؟ لأن الخطأ الذي الآن عمله البحث العلمي وعملته الإنسانية عموما هو أنها دائما تعتمد على الكيمياء وتعتمد على صناعة الكيماوية ولا تعتمد على استخراج الدواء من الطبيعة. هذا هو الخطأ الذي تؤدي الآن الإنسانية، يعني تؤدي ثمن غالي. ففي الكيمياء، يعني من حيث الطب الحديث، الكيمياء ليس هناك علاج للفيروسات، ليس هناك دواء للفيروسات. شكرا. حتى يعني التهاب الكبد بيروسي، حتى أي فيروس ليس هناك علاج. أشكرك جزيل الشكر. لكن في الطبيعة نحن متأكدون 101% أن هناك جزيئات تكبح الفيروسات، يعني بعد الأبحاث يعني أجريناها، نحن أجرينا بعد الأبحاث على الفيروسات هذه، التهاب الكبد بيروسي وعلى الهيربس وعلى فيروسات أخرى، وكين هناك مركبات في الطبيعة. أكيد الصيني الآن لعلمك فقط، هذه الحالات في الصين الآن أكثر من 80% من شكرا. الحالات عولجت بالطب الصيني، أكثر من 80%. شكرا. والآن منشورات، حول المركبات الكيماوية الفلافونويدات التي استخرجوها من بعد أنواع النبات، استعملوا 11 نبات
التي أجري عليها البحث. وإذا الحل موجود في الطبيعة، بما أنهم استطاعوا يعني أن يرجعوا إلى الطب الصيني، هذه هي قوته، أنه يدرس الطب الكيماوي والطب الطبيعي، وهذه قوة. وهذا هو الذي يجب أن تنهجه البلدان العربية كلها، أن تنهج الطب الحقيقي، طب كيماوي، طب حديث. نحن لا نقول لا لطب، ندرس طب، ندرس جراحة، ندرس كل شيء، لكن يجب أن ندعم هذا الطب بالطب الطبيعي. أشكرك جزيل الشكر. في أقل من دقيقة في اختصار دكتور، ظهرت هنالك دراسات على فصيلة دم معينة هي الأقل تضررا من الفيروس، وأن فصائل أخرى دموية، نعم، أو زمرات دموية أخرى هي الأكثر تضررا. ما حقيقة هذه الدراسة؟ فصيلة الدم A هي التي تتضرر، وفصيلة الدم B كذا. فصيلة الدم B هي معقدة أكثر من A، هذا هو المشكل. الذي يقاوم هو الأو والأبي، الأبي كذلك يقاوم هذا الفيروس، والريجيس نيجاتيف يعني اللي ما عندهمش الريجيس يقاومون أكثر، لا يصابون هذا بالفيروس. وهناك مناطق لا ندري لماذا، هناك مناطق لن تتضرر بالفيروس. نحن نعلم أن هناك مناطق هنا في المغرب العربي، فيه مناطق من جبال الأطلس، من الأطلس المغربي حتى الأطلس التلي بالجزائر، يعني حتى منطقة الشعانبي بتونس، هذه المنطقة ستتضرر بقليل. ثم الجنوب منطقة وارقلة وغردايا، رأيت أن هذه المنطقة يعني ستكون خارج. منطقة الجنوبية كذلك في المغرب، وفي ليبيا، ليبيا كذلك ستتأثر أقل. شكرا. فهذا شيء، هذا شيء يهم، لكن يجب أن لا يتهور الناس، نخرج من هذه الكارثة إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. نعيد، نعيد كل شيء، نعيد البحث العلمي، نعيد كل شيء لكي يعني لا تكون. أشكرك جزيل الشكر كل دكتور. العالم، كل العالم سيعيد أوراقه. شكرا، شكرا جزيلا دكتور محمد الفايد، مختص في ميكروبيولوجيا الصناعية ومختص كذلك في التغذية. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى هذه النصائح التي قدمتها، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء المغربية. مشاهدينا نتوقف عند فاصل قصير ولنا عودة من أجل مواصلة النقاش، ابقوا معنا.